السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم هي مقارنة بين المراوح الميكانيكية والمراوح الكهربائية في السيارات. أولا، المراوح الميكانيكية، وهي عادة ما تكون متواجدة في السيارات القديمة أو السيارات التي دائما ما تحتاج لقوة تبريد أكثر من غيرها، كسيارات النقل وسيارات الدفع الرباعي وسيارات الخدمة الشاقة وغيرها. ويتميز هذا النوع من المراوح بأنها قليلة الأعطال، وذلك لكونها تعتمد في الأساس على سير مرتبط بالمحرك لتشغيلها. تحديد سرعة المروحة الميكانيكية يعتمد على سرعة دوران محرك السيارة، أو بالأخص سرعة دوران عمود المرفق. كما يميز هذا النوع من المراوح سهولة صيانته وقلة أعطاله. أكبر العيوب في هذا النوع من المراوح هو الطاقة المفقودة نتيجة اعتماد هذا النوع على سير التشغيل، والذي يستمد طاقته الحركية من المحرك. ويعتمد احتساب كمية الطاقة المفقودة على عدة عوامل، منها قوة المحرك وحالته وظروف التشغيل. ومتوسط الطاقة المفقودة من المحرك حوالي 14% من الطاقة الكلية للمحرك. ثانياً، المراوح الأوتوماتيكية، والتي تعمل بالثرموستات. ويتميز هذا النوع من المراوح بأنه لا يعمل بصفة مستمرة، بل ولكنها تعتمد في الأساس على العمل أوتوماتيكيا عند وصول درجة الحرارة لحد معين يتم تحديده وفقا لرقم الثرموستات. كما تتميز بأنه لا يوجد فاقد في قدرة المحرك أثناء عملية التشغيل، ويمكن التحكم في توقيت عمل هذا النوع من المراوح عن طريق تغيير الثرموستات بآخر أقل أو أكثر منه في الرقم. ولهذا النوع من المراوح بعض العيوب التي من شأنها تدمير رأس المحرك بالكامل. فعند خراب الثرموستات قد لا تعمل المراوح حتى مع وصول درجة حرارة المحرك لأقصى درجاتها. كما أن العيب الشائع في هذا النوع من المراوح هو ثبات توقيت التشغيل عند درجة الحرارة المحددة له من قبل الثرموستات في أي وقت وتحت أي ظروف للتشغيل. وأخيراً، فمراوح التبريد بكافة أنواعها هي من العوامل الأساسية في عمل أي محرك والحفاظ عليه من الخراب. لذا يجب على مالك السيارة عمل الصيانة الدورية لمراوح التبريد بصفة دورية عند فني الصيانة، كما يجب أجراء الفحص الظاهري بصفة شبه يومية، وخصوصاً فحص سير المروحة بالعين والتأكد من سلامته من أي تشققات أو تمزق لتلافي حدوث المشاكل المقاجئة.